السلام عليكم البنات، اليوم راح ندير معاكم كيش بالدجاج. العجينة راح تكون بلا زبدة وبلا بيض. وش راح نحتاجو؟ راح نحتاجو نص كاس تاع زيت، ونص كاس تاع ماء دافي، مغرف تاع ملح تكون ممسوحة، مغرف صغيرة تاع ملح، مغرف صغيرة تاع خميرة الخبز، شوية زعتر تقدروا ما تديروهاش، والفارينة نلمو بيها. أول حاجة راح نخلط الزيت مع الماء ونحركهم مليح، نزيد الملح والخميرة والزعتر، نبدأ نلم بالفارينة. ها هي كي العجينة تاعنا، تقدروا نخدمو بها درك ولا تقدروا تخليوها ترتاح شوية 10 دقائق ولا ربع ساعة وتبداو تخدمو بها. حطيت الزيت هنايا سخن في المقلاة، راح نزيد البصلة مقطعة هكا مربعات، ندير لها شوية فلفل كحل، وشوية ملح، شوية برك. عندي دجاج محمر كان بقالي يعني من البارح، قصيته هكا اطراف صغار، وراح نزيدو للبصلة على الخرطول يعني باش يدي برك النكهة تاع البصلة. اذا عندكم جاج ماهوش طايب حمروه بشويه ملح وفلفل كحل، ومن بعد زيدوا له البصله على الاخر، يعني البصله ثمثم تدي اللون باش ما تتحرق لكمش. كي تشوفوه قريب هكا يطيب هذاك الجاج تاعكم، زيدوا له المربعات تاع البصله وخليوها تذبل معاه باش يدخلوا النكهه تاع الجاج، ويعني والبصله يمتازجوا مع بعضهم. للحشو راح نحتاج هذاك الدجاج اللي درته مع البصلة، فرماج رابي، 3 عظمات، فرماج كيما تبغيو ديرو، كريم فراش نقدرو نستبدلوها بالحليب ولا بباتا ياورت طبيعي. هنايا عندي فلفل الكحل، الملح والتوابل تاع الدجاج، تقدروا تزيدوا فيها معدنوس. راح نستعمل هذا المول، ندير شوي زيت، نحط العجينة ونبدأ نمشي فيها هكا بيدي، ونبدأ نطلع فيها على الجناب. نثقبها هكا بالفرشيطة.
نحطوا الحشو ندير الفرماج نزيد الخليط تاع العظام ماما نزيد الفرماج هذا هو الطبق تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله ينال اعجابكم، ان شاء الله تجربوه وتعطيوني رايكم. ما عليا غير راح نقولكم السلام عليكم ورحمة الله.